أكد وزير البترول كريم بدوي عمق العلاقات المصرية الإيطالية خاصة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن التعاون الممتد مع شركة إيني يعكس الثقة المتبادلة والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري. وأعرب وزير البترول خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا عن تطلعه لدعم وزيادة التعاون والتكامل بين الجانبين لتحقيق المزيد من النجاحات، كما أكد ضرورة مشاركة قصص النجاح المشتركة. شملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع رئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وزيارة ميدانية لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية، وكذلك اجتماع موسع مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوي والتقاط وتخزين الكربون والحفاظ على الأصول. أكد وزير التموين شريف فاروق على عمق العلاقات المصرية السودانية، مشددا على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، والتي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وذلك لمتابعة موقف التعاقدات مع اللحوم. وخلال اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية أن الشركة تقوم بعمل الترتيبات اللوجستية لتأمين اللحوم الحمراء خلال موسم عام 2025، وبخاصة موسمي رمضان وعيد الأضحى، مما يساهم في استقرار أسعار اللحوم بالسوق المصري. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات بلغت 8 مليارات و300 مليون جنيه. يصعد رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2,127,000,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 93% ليغلق عند مستوى 31,018 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 7,210 نقاط. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10,316 نقطة. أما عن أسواق البترول العالمية، فتراجعت أسعار خام برنت خلال التعاملات الأسيوية وسط مخاوف من انخفاض الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.64% لتسجل 74 دولارا و70 سنتا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.2% لتسجل 71 دولارا و33 سنتا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.8% لتسجل $2.23 سنتا للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 89% لتسجل $2.10 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97% على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما جاء أدنى قليلاً من التوقعات، مدفوعاً بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية. ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضاً أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47% مقارنة مع 3.23% في يوليو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78%.